برنامج سؤال وجواب من الكتاب برنامج الأخ محب، عنوان الحلقة: هل أعلن الرب يسوع عن إلوهيته؟ هذه الحلقة يوم السبت 24 فبراير شباط الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا. هذه الحلقة راح تكون على تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، تابعوا هذه الحلقة. رجعا الحكم بعد المداولة، برنامج الأخ هولاكو والغستابت أيضا، عنوان الحلقة: محاولة اغتيال الصحابة للرسول. السبت 24 فبراير شباط الساعة 3 مساء بتوقيت شرق أمريكا، على التيك توك وعلى منصات أخرى. برنامج الحوار العقلاني، برنامج أنا والأخ حسين، عنوان الحلقة: هل صفات إله الإسلام توافق صفات الذات الإلهية الحقيقية؟ يوم الاثنين 26 فبراير شباط الساعة 3 مساء بتوقيت شرق أمريكا، على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. خدعوك فقالوا لك، برنامج الأخ شانت، عنوان الحلقة: هل إله القرآن أعطى أرض إسرائيل لليهود أم للعرب؟ البرنامج يأتيكم يوم الثلاث 27 فبراير شباط الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا، على التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وأيضا برنامج خدعوك، أوكي خدعوك خلاص، يسوع أم محمد، برنامج الأخ جو، هذا اسم البرنامج، عنوان الحلقة: هل كسر الرسول محمد وصايا الله؟ الأربعاء 28 فبراير شباط الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أمريكا، هذه البرامج الموجودة. وبرامج أيضا غضايا مصيرية بين الإسلام والمسيحية، عنوان الحلقة: الطلاق ما بين الإسلام والمسيحية الجزء الثاني، يوم الخميس 29 فبراير شباط الساعة 3 مساء بتوقيت شرق أمريكا، على التيك توك هنا ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. شباب للمسيح أيضا، برنامج مسيحي روحي، يوم الخميس 29 فبراير شباط الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق أمريكا. برنامج ما بين الشريعة والنعمة اللي هو برنامجنا الحالي، ولكن الأسبوع المقبل، حلقة الأسبوع المقبل: لماذا يتركون الإسلام أفواجا أفواجا؟ مبارح احنا في البرامج، والمجد للرب يسوع المسيح لا يعود على أي بث ولا أي غناة ولا أي شخص متكلم. البارحة بنعمة الرب يسوع المسيح 3 أشخاص على البث المباشر والحلقات مسجلة سلموا حياتهم للرب يسوع المسيح، فيتركون الإسلام أفواجا. فراح نناقش على الحلقة لماذا يتركون الإسلام أفواجا. راح يكون معنا عدد كبير جدا من الأخوة العابرين، راح يشاركون باختباراتهم ويقولون لماذا تركوا الإسلام وما هي الأسباب لترك الإسلام. الساعة 3 مساء بتوقيت شرق أمريكا هالبرنامج الأسبوع المقبل راح يكون. هذه الحلقة قدمتها سؤال وجواب من الكتاب، أعتقد البرهان والدليل من الكتاب المقدس غير محرم. أوكي. أيضا الحلقة في تم تغيير، يعني في تغيير بالعنوان، سؤال وجواب من الكتاب برنامج الأخ محب، بالدليل والبرهان الكتاب المقدس غير محرف. حلقة مهمة جدا للحبايب المسلمين اللي يقولون الكتاب محرف، تعالوا نناقش الحلقة. يعني الأخ محب أيضا أخ، يعني هو محب جدا أيضا، راح يأخذ مشاركاتكم واتصالاتكم وراح يناقشكم في هذه الحلقات يعني. طيب، الحكم بعد المداولة أيضا، حلقات هذه الجديدة راح تأتيكم. عنوان الحلقة: هل ماتت زينب ابنة محمد مسيحية؟ في أخت لفاطمة هي اسمها زينب زوجة أبو العاص، هل هي ماتت وهي مسيحية أم أسلمت برسالة أبوها أو آمنت يعني؟ يوم السبت 2 مارس آذار الساعة 3 مساء بتوقيت شرق أمريكا، على التيك توك وعلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. يمكنكم زيارة أيضا موقع الآرامية، مهم جدا، www.absad.com. يمكنكم زيارة الموقع، تشوفون كل الإعلانات. ممكن كانت السرعة، ممكن قرأت الإعلان الشاشة شوية بعيدة عني، أنا آسف، بس هذا الويب سايت أمامكم www.absad.com. إذا تحب تعضد هذا العمل، تقدم أي تقدمة الرب يضح على قلبك لهذه الخدمة، داخل الموقع موجود كيف تدعم هذه الخدمة. إذا تحب تتواصل نصلي لك أيضا، أرقام التواصل الاجتماعي موجودة. إذا عندك مشاكل عائلية في فريق للخدمة داخل قناة الآرامية للصلاة والمتابعة مع عوائل المسيحيين يعني، ومشاكل يعني حل أسرية، وهذه المواضيع موجودة في قناة الآرامية أيضا. وأيضا إذا تحب تشوف الإعلانات كلها موجودة، الحلقات أيضا مسجلة موجودة. هذه الخدمة محتاجة لصلاتكم ودعمكم المستمر لكي تستمر هذه الخدمة. الدعم المادي مهم جدا، صلي وأطلب من الرب يسوع المسيح أي مبلغ يحط على قلبك لدعم قناة الآرامية، تأكد جدا يروح إلى طبع الإنجيل باللغة الفارسية لإيران وأفغانستان، وأيضا يروح إلى
إيصال رسالة الرب يسوع المسيح للأخوة لكي يؤمنون ويعرفون الرب يسوع المسيح، وبرامج التلمذة والبرامج الأخرى الموجودة.